ايام ما ظهرت ما كانش فيه تلفزيون، دلوقتي فيه تلفزيون. كان فيه محطة البرنامج الإذاعة فيها البرنامج العام بس والبرنامج الأوروبي، دلوقتي بقى فيه صوت العرب، في الشعب، في الشرق الأوسط، وطبعا البرنامج العام موجود في إذاعة الشباب. يعني إذن في فرص كتيرة موجودة، التلفزيون موجود بقنواته الاثنين. طبعا أنا لا أمتلك هذه الأجهزة علشان أمنع منافسة، دي حاجة. صوتي لا يسمح بالمنافسة، بالعكس. أنا أستاذ طارق لما فكرت أغني، أنا أولا قسم موسيقى آلات مش قسم أصوات، لما فكرت أغني كان كل هدفي إن أنا أبسط الأداء، وتبسيط الأداء ده مش سهل، لأنه زمان كان يقول لك القفلة، ويا سلام الفنان ده بيعصر القفلة وحاجات كده، وصوته قوي وحاجات. يعني أنا خرجت عنها خالص، خرجت عنها وبسطت الأداء. نقول مثلا أول الألحان اللي أنا اشتهرت بيها كان ممكن صفيني مرة مثلا، كان ممكن تبقى لحن تاني خالص، تبقى لحن على فيه القفلات وفيه العصر وفيه مش عارف ايه الحاجات اللي بيقولوا عليها دي، لكن احنا قلنا صفيني مرة وجفيني مرة، قد كده بسيطة وقد كده ممكن اي حد يقولها. فبالعكس ده انا فتحت مجال للاصوات الهادية، الاصوات الحساسة اللي لازم تاخد فرصتها، وخدت فرصتها. انا كهدف من اهداف عملي كمطرب ان انا كنت ابسط الاداء ما عقدوش، واعتقد ان انا الى حد ما نجحت في هذا. كعبد الحليم زي ما قلت لك، لا انا بملك كل شركات السينما ولا كل شركات الاسطوانات، ولا بملك طبعا لا الاذاعه ولا التلفزيون، دول مرفقين عامين تملكهم الدولة. شركات الاسطوانات كتير ومنافسة كتير، وجميع من غنى خد فرصته وعمل اسطوانات، وخد فرصته وعمل افلام، وخد فرصته في التلفزيون. ده انا بفتح التلفزيون نادر لما الاقي عبد الحليم حافظ ولاقي الناس التانية. لما عرفنا عبد الحليم حافظ في كثير من الأغنيات العاطفية والوطنية الجميلة، ابتداء من صفيني مرة وظلموه وفوق الشوب، إلى حبك نار وأنت حبيبي، وانتهاء بقارئة الفنجان. فهو قد قدم أيضا الكثير من الأفلام السينمائية الناجحة. بكلمك دلوقتي لأنك راجل، أنا مخبي على نينا وأنت كمان لازم تخبي عليها. سمير أنت هتكون بدالي، خد بالك من نينا قوي، وما تنساش تأكلها بإيديك زي ما كنت أنا بأكلها، ولو مت اوعى تسيبها لحظة واحدة، اوعى. ويوم ما تتجوز نادية أبعت لها ورد وحاول تقابلها وتفهمها انا ليه ما اتجوزتهاش. وفي حاجة تانية، ما تنساش تبقى تزورني، وافتكر ان كنت بعمل لك رز مفلفل خلطبيطة. ما تنساش يا سمير. مات عبد الحليم حافظ، مات هذا العندليب الذي تقترب منه بقلبك قبل عينيك. حلاوته في وداعته ودفء صوته، صراعه مع المرض كان عنيفا. اليوم تلقينا نكبة فنية وفجيعة أليمة بفقدنا المطرب العاطفي الكبير المرحوم عبد الحليم حافظ، ويطلب مني التلفزيون الكويتي اني اسجل مشاعري، لكن
ما افتكرش ان في كلمات هقدر اعبر بيها عن فجعتي وفجيعة الفن بفقدان عبد الحليم حافظ. قبل كده فقدنا سيدة الغناء ثم فريد الأطرش، ثلاث كواكب نجوم اعتقد ان الزمن مش ممكن هيجود علينا بامثالهم. مش هقدر اقول ولا اعبر عن احساسي ومشاعري، لان الفجيعة كانت أليمة جدا بالنسبة لي وبالنسبة لكل فنان وبالنسبة للشعب العربي المحب لعبد الحليم حافظ. ألف رحمة تنزل على الجميع، وعوضنا الله في فقدنا العزيز. الإنسان اللي فقدناه النهاردة إنسان كبير وفنان كبير، أسعد الملايين. الفنان عبد الحليم حافظ كان فنان كبير، وانا مريت معاه بتجربة عمل، وكان صديق. شفته في العمل ازاي بيحترم نفسه، ازاي بيحترم عمله، ازاي بيتفانى علشان يعتصر كل احاسيسه ومشاعره في سبيل اسعادنا. الفنان عبد الحليم حافظ خساره كبيره لملايين العرب. كل اللي نرجوه ان كل واحد فينا يفتكر قد ايه الفنان الفقيد عبد الحليم حافظ اداله لحظات سعاده، ازاي جمل الدنيا في نظره. اذا افتكر دوت نرجو انه يقرا على روحه الفاتحه. حقيقه بكرر انه موقف مؤلم وصعب اني ارسي الصديق والزميل والفنان الكبير عبد الحليم حافظ، ومش لاقي كلام اقدر اقوله في موقف مؤلم بالصوره دي غير ان اقول عزقنا ان الفنان كانسان بيموت، انما بيفضل فنه عايش في قلوبنا، في مشاعرنا، في ذكرياتنا. الفنان ما بيموتش، الانسان بيموت. باقي في حياته ورضاك.
وساعتها يقول في هوا في هوا كل الله يبارك.